النشاط. صباح الامل عليك يا كريم انت ونهند وعلى جمهور الاهلي العظيم وعلى اعضاء الاهلي العظام. النهارده هنتكلم على حاجه مهمه جدا وهي ازاي اروح الجيم، او إيه لو رحت الجيم اول مره اروح الجيم في حياتي، او انا كنت مبطل بقالي فتره 3 شهور 6 شهور وعايز ارجع اتمرن في الجيم تاني، ايه الحاجات اللي اعملها وايه الاخطاء الشائعه اللي الناس دايما بتقع فيها ان هي بتروح الجيم بتحمل على نفسها او بتعمل مجهود زائد زياده عن اللازم وتقعد ساعتين ثلاثه في الجيم علشان خاطر ان هي تستفيد من التمارين او عايزه تجيب نتيجه بسرعه. لا يا جماعه الكلام ده غلط، الثقافه او العلم اتغير. احنا بنروح الجيم بنحط احمال بدنيه زينا زي اللعيبه مثلا، لما بينزل بعد الاصابه بتلاقيه بينزل 10 دقائق 5 دقائق ربع ساعه يزود في التايم لغايه لما بينزل الشوط كامل بعد كده ينزل ماتش كامل. نفس الكلام بالنسبه لنا كناس عاديه جدا، ناس بتروح الجيم لازم ابتدي بشده تمرين قليله 60% بعد كده 70% لغايه لما اوصل ل 100%. التدرج في الشده ده مهم جدا عشان ما اجيبش اصابه وعشان ما يفرضش اللاك اسيد اللي بيخلينا تاني يوم بعد ما نقوم بقى نروح البيت تاني يوم نقوم من النوم جسمي كله مكسر ومش قادر افرد ايدي وجسمي شادد ورجليا بتوجعني. دي ثقافة غلط، واللي بيقول ان لو ما حسيتش بالألم بعد التمرين كده انت ما اتمرنتش ده غلط. الألم ده معناه ان انا عندي مشكلة نتجت عن التمرين وهي لاكتيك اسيد او ممكن يكون مزق. فاحنا عشان نبعد عن الكلام ده وربنا يحفظكم جميعا هنقول هنعمل ايه النهاردة ونتمرن ازاي. يلا بينا نبدأ. اول حاجه دايما لازم اعملها في التمرين هي ان انا اسخن الاول. لازم اول 5 دقايق او 10 دقايق او ربع ساعه يكون وورم اب تسخين عشان احضر العضلات اللي انا همرنها. طيب لو انا بقالي سنه او ما مارستش رياضه قبل كده بقالي كتير قوي، يفضل اول 3 ايام في الجيم يكونوا كارديو باسكت تريننج عشان انشط الدوره الدمويه واحضر عضله القلب وهي اهم عضله عندي، ده الموتور بتاعي، احضره للتمرين. بناء على ايه؟ ان انا اعمل اجهزه اللي فيها كارديو باسكت تريننج زي الابتكال، المشايه، العجله. هعمل 10 دقائق 10 دقائق على كل جهاز، انوع في الاجهزه دي علشان ادي مساحه لجسمي ان هو يتعود عليها. ده اول 3 ايام. طيب مستعجل عايز اخش على الاوزان على طول، ممكن خلاص نبتدي من اول يوم اسخن 10 دقائق على المشايه او على الالبتيكال او على العجله، اي حاجه من دول، بس ارفع درجه حراره جسمي وازود الليونه في العضلات والمرونه في المفاصل. وده هيبقى مهم بالنسبه لي ان انا اخش بعد كده على التمرين تكون العضله جاهزه للتمرين. هنخش دلوقتي على اول تمرينه ونقول هنعمل ايه. يلا بينا. ركز قوي بقى في المعلومات دي عشان النهارده احنا بنعمل جنرال، يعني ناخد العضلات كلها، ناخد تمرينه لكل عضله في جسمي. مش مطلوب مني ان انا امرن عضلات كلها كذا تمرينه، لا، هي تمرينه لكل عضله عشان اعرف اعمل ريكفري للعضلات دي، استشفاء. الاستشفاء دايما بيجي عن طريق الاكل والنوم. طيب هنبتدي شده التمرين 60%. يعني ايه شده التمرين 60%؟ عشان بس الناس اللي مش هتفهم الموضوع ده، لو انا بعمل عنصر القوه مثلا اللي هو 10 عدات، فانا بعمل 10 عدات. لو انا بعمل شده التمرين 100% لازم اوصل للعدة العشرة، يعني كده 2 3 وصلت للعدة العشرة بطلع بالعافية، تبقى دي اخر حاجة عندي، دي اسمها شدة تمرين 100%. طيب يبقى كده الوزن بالنسبة لي كبير قوي كأول مرة، أنا عايزه 60%. لو أنا بشيل في 10 عدات 100 كيلو شدة تمرين 100%، يبقى أنا أشيل 60 كيلو في 10 عدات بس، مش لازم أجيب آخري. مش الفكرة إن أنا أجيب آخري في التمرين، أنا عايز بس 60 كيلو هعمل بيهم 10 عدات، يعني الوزن يبقى سهل. هي الفكره انا بضخ دم وبقطع الالياف. وصلت ل 10 عدات، اوكي. كده انا استفدت من التمرين. ما تفتكرش انت لما تجيب اخرك يبقى انت استفدت، لا. احنا لسه بنبلد، بنبني او بنطلع تدرج في الحمل من 60 ل 70 لغايه لما اعدي شهر ونص، اوكي ممكن اوصل ل 100% مفيش مشكله. وده عشان ما يجيليش الالام اللي بتظهر بعد التمرين. تمام؟ يلا بينا نخش اللي بعده. احنا خلصنا تمرينه الصدر، هنخش بقى دلوقتي تمرينه الظهر. يبقى خدنا العضله اللي قدام والعضله اللي ورا. دايما باخد عضلات كبيره بس في الجنرال عشان ما ارهقش جسمي كله، لان العضلات الصغيره زي الباي والتراي هي شغاله عضلات مساعده مع التمارين دي. احنا بنعمل النهارده عنصر القوه بس اللي هو 3 في 10 عدات، ده ملوش علاقه باللي بيخس واللي بيتخن، عشان كل اسبوع هنعمل عنصر. اول اسبوع بنعمل عنصر القوه، ثاني اسبوع نعمل عنصر التحمل اللي هو 3 من 15 ل 20 عده،
ثالث أسبوع بنعمل العنصر السرعة اللي هو فوق العشرين عدة. التمرين ظهري مفرود، بسحب على أول بطني من فوق وانزل تاني 10 عدات برضو شدة 60%، يعني لو بشيل 10 كيلو هشيل 6 كيلو وأعمل بيهم 10 عدات. طلع النفس دايما وقت انقباض العضلة. خلص تمرينة الظهر، هنخش دلوقتي على تمرينة الكتف. دايما بستخدم الأجهزة في الأول عشان هي معمولة عشان تبقى سيفتي، أمان. ما بستخدمش الفري ويتس أو الأوزان الحرة علشان دي بتحتاج تركيز أعلى وممكن تبقى فيها عرضة للإصابة. احنا لسه مبتدئين أو لسه راجعين التمرين، فنبتدي نسخن بس العضلة ونهيئها للتمرين. يلا بينا نخش تمرينة الكتف. هنخش دلوقتي الكتف، عضلة الكتف معاها برضو نفس ما اتفقنا شد التمرين 60%. بعمل بوش فوق راسي لورا. الأخطاء الشائعة الناس بتحط رقبتها لقدام، لا راسك مسنودة. الجهاز مصمم ان انت تبقى كده، ده الأكشن بتاعك. النفس وقت انقباض العضلة. خلصت تمرينة الكتف كده، انا خلصت الجزء اللي فوق اللي هو الصدر، ظهر، كتف، كل ده خلصناه. هنخش بعد كده بقى حاجة للرجلين، سكوات. لو أنا مش هقدر أشيل وزن جسمي، وزني تقيل جدا لسه مبتدئ، فيا جماعة ده مش شايل حديد، هي فكرة بس إن أنت لازم تشيل حديد أو مش عايز تشيل حديد، أنت شايل برضه وزن جسمك. هي فكرة الحديد إيه؟ إن هي مقاومة ضد الجاذبية. فانا كده بشيل وزن جسمي ضد الجاذبيه. لو انا ما اقدرش اشيل وزن جسمي او ما عنديش القدره ان اعمل التمرين ده صح، يبقى انا اعمل سكوات واقعد لورا كاني بقعد على كرسي. طيب اقدر ما سنتش اقعد برده لورا، ممكن اخلي كرسي ورايا واعمل تاتش، المس الكرسي واقف تاني برده 10 عدات. مش عايز ازيد من كده. هنشتغل اول اسبوع على عنصر القوه، تاني اسبوع على عنصر التحمل اللي هو من 15 ل 20، بعد كده تالت اسبوع من 20 فيما اعلى برضو بنفس الشده 60%. بعد تلات اسابيع كده اعلي الشده خليها 70% لغايه لما اوصل ل 100%. محدش يطلع للريزستن عاليه جدا او يستعجل عشان ما يجيلوش اصابه. اهم حاجه بعد التمرين هنخش نعمل كول داون. كول داون اللي هو ايه؟ هرجع امشي على المشايه تاني او اي جهاز من اللي احنا اتفقنا عليه في الاول سخننا عليه، همشي عليه من 5 دقائق ل 10 دقائق. بعد كده الاسترتشنج للعضلات اللي اشتغلت زي الكتف زي الظهر زي تشست. كل استرتش من دول او كل اطاله من دول بتاخد 20 ثانيه بس عشان ارجع العضله للمدى الطبيعي بتاعها تاني. رجلين خلفية، رجلين الأمامية. كده نكون خلصنا استرتشات الرجلين كلها. أهم حاجة الناس عارفينها إن أقل جرعة تمرين في الأسبوع هي 3 أيام، يعني ممكن يبقوا سبت واثنين وأربع أو حد وثلاثة وخميس، وأكبر جرعة تمرين في الأسبوع هي 6 أيام، لازم آخد يوم راحة يكون راحة سلبية خالص. طيب، اللي هيفرق معانا بعد كده إن إحنا بنظبط أول أسبوع يكون قوة، تاني أسبوع يكون تحمل اللي هو من 15 ل 20 عدة، وخلي الريبيتيشن بتاعتي أو المجموعات بتاعتي من 3 ل 15، 3 في 15، والراحة ما بين كل مجموعة 30 ثانية. أو ممكن نوصل لدقيقة مفيش مشكلة، من 30 ثانية لدقيقة. المهم إن أنا بوصل بعد من 15 ل 20 من 20 فيما أعلى. الشدة بتاعتي بتعلى كل 3 أسابيع 60 70، ما نستعجلش في النتيجة، كده كده النتيجة هتيجي نتيجة إن أنا مظبط أكلي إزاي، باكل أكل نظيف، باكل كل 3 ساعات، هو ده المهم بالنسبة لي إن أنا أعمل ريكفري للعضلات عشان أحرق دهون. ربنا يحفظكم جميعا مع معلومة مفيدة الحلقة اللي جاية إن شاء الله.